خلينا نفتح مع بعض إنجيل يوحنا إصحاح 14. إنجيل يوحنا 14 وخلينا نقرأ من الأول. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلى حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضا، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. قال له فيلبس: يا سيد، أرنا الآب وكفانا. قال له يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته، ولم تعرفني يا فيلبس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ ألست تؤمن أني أنا في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. صدقوني، إني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. حقيقة من القضايا الشائكة فكرة الآب والابن، أو بصفة عامة الثالوث. وشفنا في المرات اللي فاتت إن الرب يسوع المسيح كان بيتكلم، مستخدم اللفظ اللي استخدم في العهد القديم، من فاكره؟ أهيا. أهيا الكائن بذاته. لما موسى سأل الله في البرية، لما أروح لفرعون، لما أروح للشعب، لو سألوني اسمه إيه إلهكم ده، أقول لهم إيه؟ قال له أهيا. أهيا الذي أهيا. وآية بتعني الكائن بذاته اللي أوجد نفسه، اللي هي في الإنجليزي I am، في العربي أنا هو. والرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا استخدم نفس اللفظ أنا هو، واستخدمها بأساليب مختلفة عشان يأكد إن هو الله الظاهر في الجسد، هو الله المتجسد، الله اللي تجسد عشان يفدي البشر. فقال عن نفسه: أنا هو نور العالم. قال عن نفسه: أنا هو خبز الحياة. قال عن نفسه: أنا هو الراعي الصالح. والنهارده في نفس السلسلة بيوجزها بطريقة مختلفة، بطريقة أكثر دقة بحسب السياق اللي بيتكلم فيه مع توما. أنا هو الطريق والحق والحياة. مش كده وبس، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. ممكن تقولها معايا تاني؟ أنا هو
الطريق والحق والحياة. ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. في المقطع اللي احنا قرناه في يوحنا 14 كان حوار بينه وبين التلاميذ، انه انا همشي بس مشي مش forever، مش الى النهاية، لا ده هيجي وقت انا هاخدكم وهتبقوا معايا في نفس المكان اللي انا موجود ايه فيه. بعدين توما سأله، طب هنيجي ازاي ما احنا مش عارفين الطريق؟ كيف نعرف الطريق؟ فراح قال له الرب يسوع، بقى يا توما انا معاكم. اول قال له انا هو الطريق والحق والحياه، ليس احد ياتي الى الاب الا بي. فتوما قال له طب نشوف الاب، ارنا الاب وكفانا. كفايه عايزين نشوف الاب، مين هو الاب؟ وقبل ما نشوف الطريق والحق والحياة، أنا عايز حضراتكم بس تركزوا في جزئية المنطق اللي الرب يسوع بيثبت إن هو والآب واحد. ألست تؤمن عدد 10 إني في الآب والآب فيا؟ الكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي، لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. لكن الآب الحال فيا هو يعمل الأعمال. صدقوني إني في الآب والآب فيا، وإلا فصدقوني لسبب الأعمال نفسها. وهنا أنا عايز حضراتكم وأي حد هيشوف من أي دين أو معتقد أو فكر الكلمة دي، صدقوني لسبب الأعمال. إيه هي الأعمال؟ لأني أنا عملت أعمال الله نفسه. عايز أقول لكم على حاجة، الله لا يعطي خصوصياته لأحد، لا يمكن. ليه؟ لأنه لو عطى خصوصياته لحد هيبقى الحد ده الثاني إله، هيبقى فيه كم إله؟ إلهي، وحاشا أن يكون إلهي. فالأعمال التي يعملها الله هو وحده اللي يقدر يعملها. والناس اللي بتصلي الله بيسمح بهذا، لكن الرب يسوع مش مجرد عمل الأعمال بسماح من الله أو بإذن الله كما يقول البعض، لكنه عملها بنفس السلطان الذي يمتلكه الله. وتكلمنا في بتاع أنا هو نور العالم عن موضوع خلق أعين للمولود أعمى، إنه عمل طين وحط الطين على عيني المولود أعمى. وهنا بمنتهى البساطة لأي شخص أكاديمي محايد باحث عن الحق، ليه الرب يسوع استخدم الطين؟ كان يقدر يقول كلمة، لكنه عايز يقول إن نفس المادة اللي أنا خلقت بيها الإنسان الأول آدم، أنا خلقت العينين. ويمكن عملت مثال توضيحي، حطيت طين على إيدي و كانت كريستين موجودة برضو، كبت مية الطينة نزلت. لكن بالنسبة لمولود أعمى، الطين أول ما غسل أعينه، الطين تحول، الطين اللي في عينيه تحول لأنسجة. مين يقدر يعمل ده؟ وإلا صدقوني لسبب الأعمال. إيه تاني أعمال عملتها محدش يقدر يعملها غير الله؟ إقامة الموتى. وإقامة الموتى كده، وقلت في المرة اللي فاتت إنه أقام ثلاث نوعيات من الموتى. الفتاة وهي في البيت قبل لسه عاداتنا في الشرق الأوسط إنه إحنا
مش زي هنا عندنا الفيوينج و لا، هناك يغسلوا الميت ويروح يدفنوا. فالبنت ديت لسه في البيت قوامها من الأموات. شاب مات شايلينه رايحين يدفنوه قوامه من الأموات. الشخص الثالث المدهش انه مات كام يوم؟ 4 أيام، وعلميا انه خلاص اتحلل. ويقف الرب يسوع ليعاذر هلمه خارجا، يقول الكتاب فخرج الميت. وهنا لاحظوا انه نادى لعاذر. لو قال يا ميت قوم، تخيلوا كل الاموات اللي في القبور كانت قامت. لكن امر الهي محدد عايز مين يقوم؟ لعاذر. صدقوني لسبب الاعمال. النهارده الرب يسوع بيقول انا هو الطريق. الطريق، لاحظوا انه معرف بالالف واللام. ما قالش انا طريق. انا قلت النموذج ده قبل كده، لو هنا السماء، لو الله عرشه هنا وكل واحد عايز يوصل للمكان ده، ده ما بيعنيش انه كل واحد يقدر يجي من طريق بالطريقه اللي تعجبه، اللي يصلي بطريقه معينه واللي يدعي بطريقه معينه واللي هيوصل لله، مش زي جميع الطرق تؤدي الى روما. لا لا، ده هو طريق واحد بس. الطريق. عايز اسالكم سؤال، حد قبل الجي بي اس حد تاه قبل كده؟ فبنعمل ايه لما بنتوه؟ بنسأل. انا فاكر اول مره اسوق في امريكا في التسعينات في كانساس سيتي، والف وارجع لنفس المكان، الف وارجع لنفس المكان. انا عارف المتخيل المكان. وبعدين رحت سألت واحد ازاي اروح ووتسون، فقال لي اتس فيري ايزي، امشي كده، تاني إشارة خد شمال، تالت إشارة خش يمين، وصلت. أنا عمري ما أنسى اليوم ده. أنا بقول لكم قعدت ألف، إيه ده؟ السما كده. أوعى تتخيل لأنك اتولدت في أسرة مسيحية، أو اتولدت في أسرة مسلمة، أو اتولدت في أسرة بوذية، أو اتولدت في أسرة هندوسية، ده بيعني انك مؤكد عارف الطريق. اسال عن الطريق، اسال عن الطريق لئلا تخدع وتكتشف انك عمال تلف في دايره مفرغه، وفي الاخر لا حول لك ولا قوه، والحياه هتمر عليك وبعدين تموت، وبعدين تقول له يا رب انا ليه في جهنم؟ لانك ما جيتش من الطريق الصح، تهت ما جيتش، مش هو ده المسلك الطريق. طب ده انا كنت بدور. لا، بس انت ما سالتش، ما كنتش امين، ما كنتش محايد، ما كنتش عايز تعرف. انا هو الطريق. الطريق، اوعى تتخيل انك بتيجي الكنيسه ده بيعني انك رايح السماء، هتروح عند الاب. اوعى تتخيل عندنا في الشرق الاوسط انك حاطط، خاصه مصر، ده صليب على ايدك او لابسه صليب في صدرك او ده بيعني انك رايح السماء. مش هو ده الطريق. الطريق انك تكون على علاقه شخصيه محددة خلاصية، تكون قابل المسيح مخلص شخصي لحياتك وخاضع لربوبيته. أنت في الطريق. الأسبوع اللي فات كنت مجهز وسيلة إيضاح أنا وفراس
لكن ما لقيناهاش هنا. فانا عايز حضراتكم تتخيلوا، عايزكم تتخيلوا كويس. لو عندي شاطئين، شاطئ من الجنب ده وشاطئ من الجنب ده، وفي ميه في الوسط، وانا معايا سياره وعايز اعدي، وفي كوبري واحد بس، طريق واحد بس اللي بيعدي، والسيارة اللي عندي إمكانياتها عالية خالص، ومفيش أي حاجة تانية غير السيارة اللي معايا. لو أنا جيت على المية ورحت سايق بأقصى سرعة عشان أعدي المية، هعدي؟ هوصل؟ بسألكم. مستحيل. هعدي لتحت، هغرق. عشان أعدي محتاج أكون على الطريق المحدد، على الكوبري ده. لو كانت السيارة بتاعتي تعبانة جداً واتحطيت في الطريق، هعدي. ممكن أكون بطيء بس هعدي ولا مش هعدي؟ هعدي. ممكن أكون تعبان في المشي على رجلي بس هعدي، لأن أنا على الطريق، على الكوبري الوحيد اللي بيعدي للبر التاني. آدم سقط، فصار هو بين آدم وبين الله، وأنا وإنتوا في آدم كلنا، صار في فراغ، مفيش، محدش عارف يوصله. فالإنسان حاول بطرق شتى بالأعمال، ولما أقول الأعمال، أعمال في أي دين، أعمال مسيحية، أعمال إسلامية، أعمال يهودية، أعمال هندوسية، أي ممارسات دينية في أي معتقد، الإنسان يحاول يعمل هذه الأعمال عشان يصل إلى الله. وبعدين فكروا معايا، إذا كان الإنسان ميت، إذا كان الإنسان خاطي، أنا لو عندي مرض في إيدي وماسك ثمرة وعطيتها الميسة، الميسة عارفة المرض في إيدي، مستحيل تاخد التفاحة أو الثمرة، ينفع؟ فيها موت، موت. فأنا إيدي، أنا ميت مخطئ، فبرفع إيدي لله. الكتاب بيقول خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم، وبالتالي أي أعمال بعملها مش بتعدي فوق راس، مش بتعدي السقف اللي أنا موجود فيه، لأن أنا إنسان خاطئ، إنسان ميت. أنا محتاج أقوم الأول من الأموات، وبالتالي أقدر أرفع إيدي لي. والناس اللي بتتخيل بحفظ الوصايا، زي وصايا الناموس، الوصايا العشر مثلا. وعايز أسألكم سؤال بسيط جدا، إن أنا أحفظ الوصايا العشر ده بيعني أحفظهم طول حياتي 24 سبعة أيام، لو أنا الوصايا العشر أنا متعلق فيها في السقف واتكسرت حلقة واحدة، إيه اللي يجرى لي؟ هقع ولا هفضل متعلق؟ هقع. فحتى لو كانت غلطة واحدة، خطية واحدة، ضيعت الحاجة كلها، ضيعت الكل. لا يمكن للإنسان أنه يصل لله بطريقته الخاصة، بأعماله الخاصة، لا يمكن. وعندنا المقولة الشرقية المعروفة، فاقد الشيء، أنا ما عنديش حاجة حلوة، ما عنديش صلاح، أنا جوايا فاسد. أنا هو الطريق. فالرب يسوع المسيح الله نزل واتجسد بس علشان بعد الصلب وبعد الفداء يبقى هو الكوبري الوسيط بين الله والناس، الطريق الوحيد. عشان كده الرسول بولس بيقول لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد، إله واحد وإيه؟
عايز أسمع وإيه؟ وسيط واحد، مش ثلاثة أربعة خمسة ستة وكل واحد يختار اللي هو عايزه، وسيط واحد، الإنسان يسوع المسيح. لا يوجد طريق آخر يوديك السماء غير يسوع المسيح. وأنا بقول ده مش عشان الديانات التانية، حتى في المسيحية الناس اللي بتتخيل إنها بوجودها في الكنيسة هتوصل السماء خدعة. محتاج تاخد قرار شخصي تبقى تابع للمسيح، محتاج تقول له نادي عليا، قومني من الأموات زي العاذر عشان أتبعك، عشان أبقى في الطريق. أنا هو الطريق، مش بس كده لكنه الحق. قبل ما أسيب الطريق وأخش على الحق، في مرات كتيرة خالص الرب يسوع الله في العهد القديم يقول إنه جعلت أمامك طريقين، طريق الحياة وطريق الشر، فاختر الحياة لتحيا، سفر التثنية. حتى لما حصل السبي البابلي في إرميا 21 8، مش محتاجين نروح للآية، اللي عايز يروح عليها بسرعة يروح، لكن الآية بتقول الناس إرميا بعد كم النبوات، فجه نبوخذ نصر، فالرب قال لإرميا قول للشعب الرسالة دي، أنا قدامكم اختيارين، طريقين بس، لو فضلتوا في البلد هتموتوا، يا إما تموتوا بالسيف، يا إما تموتوا بالوباء، يا إما تموتوا بالجوع، هتموتوا لا محالة. عشان تحافظوا على حياتكم محتاجين تتسبوا تروحوا بابل، مفيش حاجة تانية. إرميا 21:8، فالاختيار بتاعك، عايز تموت خليك، عايز تحافظ على حياتك اتسبي، أمرك لله، هتقعد يعني مس بشوية لكن هتحافظ عليه، على حياتك. بقولها بسلطان كلمة الله، الطريق الوحيد مفتوح لأي إنسان على مستوى العالم أن يقبل المسيح كمخلص شخصي لحياته، هيؤدي به للحياة الأبدية. أنا هو الطريق والحق، الحق، لا يوجد حق خارج كلمة الله، خارج الرب يسوع المسيح، اسمه الحق. والحق المطلق، ما فيش حاجة حقيقية بطريقة مطلقة إلا الله طبعا، الرب يسوع كلمة الله، هو الحق. وعلشان الإنسان يبقى عايش بطريقة مظبوطة محتاج يعيش في الحق. تعرفون الحق والحق يحرركم. ناس تعاني من خطيئة معينة أو ضعف معين، في منتهى البساطة الحق يعمل إيه؟ يحرر. أوعى تبذل جهد، اخضع بس اتبع كلمة الله، اعمل اللي بتقوله كلمة الله، حتى لو ضد إرادتك، حتى لو ضد رغبتك. أنا هو الطريق والحق والحياة. لاحظوا التسلسل ده، أنا هو الطريق، أنا بدأت في الطريق، قبلت المسيح كمخلص شخص لحياتي، هقدر أكمل معاه في الحق، أخيرا هبقى معاه في الحياة الأبدية. هعيد تاني، لاحظوا معايا، أنا ببدأ، لو بدأت مع المسيح
في الطريق فقبلته كمخلص لحياتي، فتحت قلبي لي، قبلت موته بدل موتي، دخلت في الطريق، فبعيش في الحق، بكمل في الحق، في النهاية بكون موجود معاه في الحياة الأبدية. لاحظوا في المسيرة، لو أنا بدأت مع الرب يسوع المسيح وماشي، وارد جدا ان انا اقع، لكن اقدر اقوم تاني لاني في الحق واكمل المسيره. لو وقعت في خطيه الحق يسندني، لان الكلمه بتقول لي لا تشمتي بي عدوتي. ان سقطت ايه؟ ان جلست في الظلمه فالرب نور لي. الحق بيسندني. ولو أنا ماشي في الطريق وبعدين حتى لو حد أغراني بحاجة فبعدت عن الطريق، بعدت شوي، تهت شوي، فأنا هدوء. خلينا نتخيل أي خطيئة، أي بعد، هلاقي طعمه ماسخ مهما كان حلو. ولأن أنا عارف الطريق وعارف الحق، ايه اللي هيحصل؟ هقدر ارجع تاني. لكن لو انا مش واقف في الحق وتهت، طب ما انا تايه اصلا. المثل الواضح بتاع الابن الضال. لانه عارف الحق اللي في بيت ابوه، ومدرك مكانته عند ابوه، قدر يرجع. لكن هسألكم، لو ده عبد كان رجع؟ كان يرجع؟ مستحيل. لكن لأنه ابن فعارف مكانته، حتى لو غلط، حتى لو ضعف، حتى لو بعد، أقوم الآن وأرجع إلى أبي. أقول له إيه؟ أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، لست بمستحق أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجراك. رجع، وكان رد فعل الأب غير متوقع خالص. ده نفس رد فعل الأب السماوي، نفس رد الفعل. أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب، لاحظوا، إلا بي، إلا بي. كتير من الناس تايهة، كتير من الناس تايهة حوالينا، مش عارفة الطريق، في كل مكان، في أهالينا، في كنايسنا، معانا في الأشغال، في School of Mines، everywhere، في كل مكان، في كل مكان ناس محتاجة الطريق، محتاجة تعرف، محتاجة تعرف، تايهة. زي ما بقول لكم، أي حد يتوه ورايح مكان جسدي، عنوان حرفي، بتبقى أزمة، مضيعة للوقت، عايز يوصل. الناس اللي حوالينا محتاجين تعرف الطريق، محتاجين تعرف تستمتع بالحق. مفيش الحاجات اللي حوالينا يا جماعة، يعني حاجة كلها حاجات مؤقتة، ما هيش يعني إذا كنا بنستمتع بالفلوس أو بالمركز العلمي أو بكذا أو بكذا أو بكذا أو بكذا، ده إيه؟ ده مؤقت. الاستمتاع الحقيقي بالحق، لأنه الاستمتاع بحق كلمة الله وبالرب يسوع المسيح، ده استمتاع أبدي أبدي.
الفرح اللي الإنسان يفرحه والاستمتاع والبهجة اللي ممكن تملأ قلب البني آدم من خلال علاقته مع المسيح وكلمة الله وإنه يعيش بكلمة الله لا تساوي أي فرحة من أفراح العالم. مفيش مقارنة، مفيش مقارنة بالمتعة خالص، مفيش أي مقارنة بالمتعة من لذات العالم الوقتية، وإن كنا بنستمتع بيها لكن متعة إيه؟ وقتية. لكن المتعة في الاستثمار في كلمة الله ومعرفة الرب يسوع والاستمتاع بالشركة معاه والاستمتاع بالعلاقة معاه وطاعته وطاعة كلمته وخدمة الناس علشانه واحتمال الناس علشانه لا تساويها أي متعة على مستوى العالم. عشان كده الشخص اللي مستمتع اللي موجود في الطريق ومستمتع بالحق وواثق في الحياة تلاقيه فرحان، تلاقيه فرحان حتى في الظروف الصعبة، حتى في ظروف الألم، حتى في ظروف الضغوط، لأنه فرح داخلي. والكتاب بيقول إن العالم ما يقدرش إيه؟ ياخد فرحكم منكم. العالم ما يقدرش ينزع فرحكم منكم. لأنه فرح مبني على حق، مبني على أمور أبدية مش أمور وقتية، ففرح ثابت. افتكرت لما أيمن بيحكي عن كان هو وهاني لسه في مصر، وبعدين كان في ظروف صعبة وضغوط مادية وماشيين فرحانين وماشيين ياكلوا سميت على على الكورنيش، وبعدين واحد راكب عربية بيسألهم، راكب سيارة، الخليج العربي بيضحك علينا المصريين لما نقول عليها عربية، هي سيارة. انتوا فرحانين ليه؟ انهم يمكن ما فيش العشاء بياكلوا سميت، لكن لان الفرح مش مبني على الخارج لكنه مبني على الايه؟ على الداخل. فرح داخلي، والكتاب بيقول عليه لا ينطق به ومجيد. فرح أعتقد لو أي حد مغموم يبقى لسه ما دقش المسيح. ولو اتغمينا لظروف معينة بتبقى كده، لأن احنا بشر، ما بتبقاش استمرارية الحياة غم، لا بالعكس، لما بتحصل لي مشكلة بتبقى لحظات رائعة، لأني ببكي قدام الرب وبقول له أنا تعبان من الأمر ده، ألاقيه يعزيني يسندني، ألاقي كلمة في كتابه تشجعني فيديني رجاء، فأروح متدرب وأعمل اللي بولس اتدرب عليه، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، ما عنديش أزمة. أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، إلا بي. يوم الخميس في درس الكتاب بندرس أفسس، وفي كلمة مفتاحية في المسيح، فأنت عايز تبقى متأكد أنك رايح الحياة محتاج تبقى في المسيح، في المسيح، in Christ. عملية مش صعبة، مش محتاجة تعويذة ولا حركة ولا تنططة ولا أي حاجة، محتاج إيمان قلبي إن المسيح مات بدالك على الصليب، وإنك تقبل غفرانه لخطاياك.
العملية مش ممارسة، العملية إيمان، إنك تصدق، إنك تثق إن الله دفع أجرة خطيتك من خلال المسيح، إن المسيح هو الذبيح الأعظم اللي مات على الصليب بدالك. أوعى تقول لي ما ماتش أو ما اتصلبش، لأنه لغاية سنة 600 كل العالم مصدق إنه المسيح مات، وهناك أدلة تاريخية وموثق إن المسيح مات واتدفن وقام من الأموات. ما تجيش بعد 500-600 سنة تقول لي لا ما ماتش، وإلا ما تبقاش أكاديمي خالص، وإلا تبقى ما تعرفش أي حاجة عن الأصول العلمية للبحث العلمي أو للدراسة المنطقية. 600 سنة المسيح بعد صلب المسيح وموته وقيامته، على مستوى العالم كل العالم مصدق أن المسيح حصل كذا وكذا وكذا. الإمبراطورية الرومانية، السجلات اللي متسجلة فيها، القبر الفارغ اللي ما زال موجود في فلسطين، ومش كده وبس، حياة الناس اللي بتتغير. لا يمكن لشخص ما دفعش أجرة الخطية يغير شخص تاني. فالفرصة بالنسبة لك وبالنسبة لي ما زالت موجودة، إنك تقبل المسيح فتبقى في الطريق، ولو قبلت المسيح فتأكد إنك أنت مش هتضل عن الطريق، لأن الكتاب المقدس بيقول خرافي في يوحنا 10، خرافي تسمع صوتي أنا أعرفها تتبعني أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. ديني إيدك يلا. لو الرب يسوع اللي ماسك إيد علاء، فحتى لو علاء حاول يسيب إيده مش هيقدر، لأن مين اللي ماسك؟ الرب. خرافي تسمع صوتي أنا أعرفها. بعدين بيقول محدش يقدر يخطف منين؟ من يدي. لا يستطيع أحد أن يخطف من يدي، لا يمكن. لكن لو أنا اللي ماسك إيده، لو الاتكال علي أنا هفلت على طول. إيده هو قوية، لا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي. بعدين حتى في الجزء ده أنا والآب واحد. يا سلام يا رب، يا سلام، يا سلام على الطريق، سلام على الحق، يا سلام على الحياة، سلام على الطريق الممتع، سلام على الحياة المشبعة، يا سلام على الحق المطلق كلمة الله، الحياة بنعيشها معاه هنا ونستمر إلى الأبد هناك. ساعتها ما فيش وصف يوصف الحياة معاه، فيش مرض، ما فيش انفلونزا يا فراس، ما في خلاص، ما فيش تعب خالص. ساعتها ابقى زعلان دكتور هاني مش هيلاقي شغل يشتغله. خلينا نصلي. Let's pray. يا رب بنشكرك وبنباركك لانك اله حي واله قدوس. أشكرك من أجل كلمتك، أشكرك لأنك الطريق والحق والحياة، أشكرك لأنه ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيك. ساعدنا يا رب نستمتع بيك، ساعدنا، ساعدنا نبقى سبب بركة لمن لا يعرف الطريق لمجد يسوع. أمين.